غمانو على بعضه. معك حق، أبصر شو في. شو بك يا أغا؟ شو صاير؟ يمكن حيصير في مثل أخوه عبده. خلتني أعمل شغلات ندمان عليها. أفظع شغلة هي ابنك الصغير. خليل، ليش أخذوا ابني مني؟ ليش؟ كيف صار هالشي؟ أنا كمان ما بعرف، ما بعرف. كيف يعني ما بتعرفي؟ ما خبرك الدكتور بشي؟ كيف سقطتي الولد؟ شو اللي صار؟ ما صار شي، صدقني ما بعرف ليش هيك صار. مستحيل يكون هالحكي صحيح. ما عم صدق، أمي ما بتعمله. خليل، خليل، بترجاك حكي لي شو صاير لك؟ ليش متضايق؟ ابني ما عم بفهم عليك. مريم، كيف سقطتي الولد؟ احكي لي صدق، شو يلي صار؟ ما رح نخلص من هالقصة. ليش ما بدك تصدقني؟ أنا مالي ذنب، ما بعرف ليش هيك صار. ليكون عبده حكى لك شي بالمكتوب. احكي لي خليل، شو كاتب لك عبده؟ من شان الله تحكي لي ولا تضل هيك ساكت. اهلين حبيبتي، وين كنتي؟ وينو ابي؟ لساته بالبيت؟ ليش هيك معصبة؟ طولي بالك شوي بنتي. ما فيني طول بالي خالي، حنان بدي أعرف ليش هيك عمل فيني. بابا نزل، بدي أحكي معك. نازل. خليل، لا تخبي عني شي. عبدو كاتب لك شي عن هاي القصة وانت ما بدك تحكي لي؟ بالأول جاوبيني شو اللي صار وقتها. كيف سقطتي الولد مريم؟ خليل، ليش ما عم تصدقني؟ أنا ما دخلني باللي صار. والله ما أخذت أي دواء تاني غير حبوب الفيتامين. ليش بتضلك تسألني نفس السؤال؟ معقول تصدق أني نزلت الولد على القصد؟ معقول تصدق أني ساوي هيك شي؟ حبوب الفيتامين. شوف، هذا الدواء إلك، أخذته مشان تنزل الولد يلي بطنه، والتحاليل أكدت هالشي. مستحيل، مو صح، صدقوني أنا ما قتلت ابني، ما قتلته. عاجب كذبي، دكتورة حكت لي يلي صار. أمي اللي عملت هيك، هي اللي بدلت علبة الفيتامين اللي كانت تاخده مريم وحطت دواء تاني بالعلبة. قتلته. طلعت نتيجة الفحص هلأ وعرفت الحقيقة يلي صار لك سنين مخبية عني. انت كذبت علي. بحياتي ما كذبت عليكي بشي، وحبيتك كأنك بنتي الحقيقية، وبظن انه هالشي ماله كذبة منوب. طيب وامي؟ ليش ما حكيت اللي عنا؟ ليش خبيت عني الحقيقة؟ هيك وحدة ما بتستاهل تكون امك، لأنه باعتك كرمال المصاري. هلا لا تذكرت انه انت بنتها؟ يعني نسي عن انه انت كمان اشتريتني بالمصاري؟ يعني انت مانك احسن منا بكتير بابا. بنتي معلش طولي بالك، حاجة تبكي. يعني بدل ما تجي وتشكريني اني عيشتك احلى عيشة، جاي تحطي الحق علي انا؟ ما رح اتشكرك على شي، لأنه بسببك أنت عشت كل حياتي على كذبة كبيرة، ولما أجا الوقت لأعرف كل شي حاولت تمنعني. لك بنتي ما بصير تحكي هيك مع أبوك. أنت مثله، لأنك أنت بتعرفي الحقيقة وكذبتي كمان. ليش بابا؟ ليش خبيت عني الحقيقة؟ ليش؟ أختي، أنت منيحة؟ مين سمح لكم تفوتوا عبيتي؟ you
بدي خبركم خبرية حلوة. خير شوفي شوفي. تعوا تعوا لعندي كلياتكم تفضلوا. اللهم اجعله خير خير. تفضل يا مختار. خير خير إن شاء الله. كله خير بإذن الله. بس طولوا بالكم علي شوي. شو القصة؟ ليش جمع للضيعة؟ شو ما مشي الحال يعني؟ نحن ساوينا كل يلي قلتوا عليه، بس حسينا إنه المختار كان عرفان. لك العمى بعيونك شو غبي. لا تبكي حبيبتي، هدي حالك. إذا تركتونا بحالنا رح نهدى كلياتنا. بدكن تاخدوا مني بنتي؟ لك أنتم مين مسلطكن علي؟ ما بدنا ناخد منك بنتك مثل ما أنك متصور. الحق عليك لأنه صار لك سنين مخبي عنا الحقيقة وبدك تحرمها من أهلها. وعم تعلمني كيف ربي بنتي؟ العمى بعيونك شو وقح؟ حنان بنتي وأنتم ما دخلكم فيها، انقلعوا! فوق كل شي عم تقلع أختي وبدك تمنعني شوفها كمان؟ إذا بدهم يروحوا أنا بدي أمشي معهم. يلا أليف. حنان استني، خلينا نحكي يا بنتي. شو بابا؟ ما أنك حاسس أنك تأخرت كتير؟ إذا خليل عن جد عرف الحقيقة وقتها ما رح نخلص منه بنوب. أنا برأيي ما في داعي تخافي يا خانم، لأنه إذا عرف. خلص يا خانم. شوفي نجاتي، لا تقلي في مصيبة جديدة. الظاهر إنه رجالنا ما عرفوا يضبطوا القصة. علي جنكيز لم أهل الضيعة وكان معه بحياتكم ما عرفتوا تعملوا شي مثل العادة. العمى شو أغبية، ليش هيك عم يصير معنا؟ شو هالنهار المنحوس هاد؟ مو معقول. شو نعمل يا خانم؟ خلينا نمشي. يلا يلا. والله أنا ما عملت شي لحتى أخاف مثلك. أنت خافي بس أنا ما دخلني بشي. أصلاً ما كنت هون لما قتلتي الولد. أنا وعدتكن إنه رجع لكم المنشرة، وهلأ المنشرة صارت إلكم كلياتكم. الله محييك يا مختار. الله يخلينا. ان شاء الله هيك بضل راسك مرفوع. خلص يا جماعه ما في داعي تشكروني. خيرك يا مختار. اي والله انا ما عملت غير الواجب. انا مجبور اني ساعدكم وباذن الله ما راح اقصر معكم. الله يخلينا يا مختار. تسلم يا مختار. نحن ساوينا كل شيء طلبتيه منا يا خالد. سكوت، ما بدي اسمع صوتك. ما نبهتكم تفتحوا عيونكم منيح؟ ولك هذا علي جنكيز مو حي الله واحد. شو نسيتوا؟ انقلع من وشي. يلا حركوا. لا حرك. تعرف وينه الآغا خليل؟ لا يا خانم ما شفته. هالملفات ملفات قديمة لبيت الآغا، وهلأ ما عاد في إلا لزوم وصارت للكب. كتر غادي مزك يا مختار. الله يزاك. كتير كتير يا مختار. هيك من الأول خسر. الله يحرمنا منك يا مختار. من اليوم ورايح المنشرة صارت إلكون، صارت لكل أهل الضيعة. الله يحرمنا. من اليوم ورايح يا جماعة ما حدا رح يقدر يسرقكم لأنه الحق رجع لأصحابه. ألف مبروك. تسلم لنا يا مختار. الله يطول بعمرك. الله يخلينا إياك. كتر خيرك ما قصرت. بسيطة يا علي، فكرك رح تقدر توقع بيت الآغا هيك؟ بسيطة، أنا بفرجيك. امشي. نوران تعي لهون بسرعة. خير يا خانم؟ عرفتي شي عن خليل؟ رجع على البيت؟ ليش ساكتة وما عم تردي؟ على شو عم تقشري هيك؟ وينه خليل؟ خليل؟ بمناسبة الخبرية الحلوة كلياتكم معزومين عندي. اطلبوا شو ما بدكم كله على حسابي أنا. يلا يا جماعة تفضلوا. فوتوا يا جماعة فوتوا. خير إن شاء الله. نحن جايين مشان ناخد ابنك معنا. أكيد هو بالقهوة ما هيك؟ خير، ليش بدكم تاخدوه؟ ابني شو عامل؟ خير مختار. جمال عامل شي؟
معلش فضل سبقني انت هلا، راح الحقكم بعد شوي. معلش حضرة الضابط، بس انا مو حابب احكي قدامه شيء. كيف طوعك قلبك تسوي هالشي؟ كيف قدرتي تقتلي ابني انا؟ خليل انت شو عم تحكي؟ معقول انا اعمل هيك شي؟ مين اللي حكى لك هالحكاية يا ابني؟ خليل اسمعي، شو عم تسوي يا ابني؟ والله مالك ام. عن جد ما فيكي رحمة، لو بيطلع بإيدي كنت قتلتك هلأ. خسرتي عبدو وهلأ خسرتيني كمان. انسي إنه أنا ابنك، انسي. أستاذ يوسف، يعني رح يبلشوا دوام بالمدرسة؟ والله هيك حكى الأستاذ يوسف. إيه؟ إيه؟ اللي ما حكى لك شو بده مني؟ كانوا عم يحكوا مع أبوك. والله ما في منه. ها ليكن إجوا. مين هدول اللي جايين مع المختار؟ إيه؟ هدول الشرطة. لشو إجت الشرطة؟ الله يستر، شو القصة؟ شرطة جاي مشانك يا ولد. تفضلوا، شو بدكم مني؟ أنت متخلف عن الجيش وجينا مشان نحبسك. يلا مد ايديك بدنا نعتقلك. سامع؟ قال متخلف عن الجيش. شو هالحكي هاد؟ بس ما حدا بلغني بشي. لا تحكي كتير، مد ايديك وخلينا ناخدك. معقول مخبرينه وما نريح؟ الله ما مخبرينه جايين يحبسوه؟ معقول؟ ليش هيك عمل يا ترى؟ وشو هالورقة؟ يعني كلبشات جديدة؟ يلا اقراها. بس هذا تبليغ، يعني بدي روح على الجيش. شو رايك بهالمقلب؟ بقى انت كنت تعبت كثير يا بطل. بالعكس بابا انا فرحان، بعدين انا عسكري وما بخاف من شيء. سيدي خليني احضنك. والله جمال كبر وبده يروح على الجيش. سيدي وانت حظك ناقص، ايه تعال هون. ليك شو؟ خلاص جمال خلاص، اتركهم يا رجل. عمو مصطفى أنا رايح بكرة عالجيش، الجنة بين رفاقي، بعرف يا روحي قديش ما فيك تطيح برأيي. أنا رايح بكرة عالجيش، بعرف يا روحي قديش ما فيك تطيح برأيي. أيوة تعبت يا جمال حبيب قلبي. روح البيت خبروا. يلا تفضلوا تفضلوا. صار لي سنين عم بحلم يجي هاد اليوم، مشان هيك يوسف أنا ما وافقت ناخد أمي على المستشفى، ما قدرت أبعد عنها أبداً. معك حق حبيبتي، بعدين وجودكم معها رح يساعدها كتير. طيف رأيي وأنا رايح بكرة عالجيش، اتجند خير يا ابني خير. وبعرف يا بدي روح عالجيش يا عمي. يا عيني عليك، يا عيني عليك. إن شاء الله ألف مبروك يا ابني. صف العسكر رايح يسهر مع العسكر فوق جبال، بيدو عمر راح وبكر زرع البيدر كله رجال. شو قصتك مبسوط وعم تغني؟ باركوا لي يا جماعة بدي روح عالجيش، يعني بدي صير عسكري. واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين. حاضر سيدي. يلا أنا رايح أخبرها لسامية كمان، بدي روح وبشرها. جمال استنى، نحن كمان رايحين على البيت. ثلاثة أربعة خمسة. تركي ما فينا نحن أصلا، هو راح يركض. أخ يا خسرتي أخ. شايف حبيبي سويت لك الأكل اللي بتحبه. يا سلام، وهي الشاي كمان جاهز. حطي هون حبيبتي. هاتي البشارة حبيبتي. يا سلام أنا بموت بهالأكلة. خير إن شاء الله جمال، شو هي البشارة؟ شكلكن عارفانين بدي روح لهيك طبختوها. ليش لوين بدك تروح؟
احكي لنا جمال شو القصة؟ على مالك هلا بتغص؟ ابني شو رايك تاكل بعدين؟ الأكل ملح يهرب، احكي لنا هلا لوين رايح؟ باركولي بدي روح على الجيش؟ اليوم خبروني. يعني خلاص بدك تتركنا؟ شو قصتكم؟ ليش اتضايقتوا هيك؟ يا جماعة اسمعوني شوي، بدي احكي معكم كلمتين. هربوا لعندي كلياتكم. ان شاء الله خير. شوفي ليش عم ينادينا المختار يا جماعة؟ من اليوم ورايح ملكية المنشرة صارت رسمياً لكل أهل ضيعة النبعة. طيب وشو الضمان يا مختار؟ إذا نحن تركنا الشغل بنتبهدل. أنا وعدكم قبل ما أصير مختار إنه ما رح خلي حدا منكم يترك شغله، رح تضلوا بالمنشرة وما رح نقطع برزقكم. إذا هيك كتر خيرك يا مختار. ليكو إجا الأغا خليل، خلينا نرجع على الشغل. يلا يلا. صاير معه لحتى جانن كل هالقد؟ هدول الناس بطرانين يا مختار، وإذا صار معهم شي دغري بيضوجوا وبيتفششوا بالخلق. نوران روحي لبيت علي مشان تشوفي عمر، وبالمرة اسألي عن مريم، شوفي لنا شو عم يصير هنيك، بلكي بتعرفي شي عن خليل. حاضر يا خانو. لأنه هي يلي بدلت علبة الفيتامين اللي كانت تاخده مريم وحطت دواء تاني بالعلبة، وهالدواء هو يلي خلى مريم تسقط الولد. عبدو كيف طوعك قلبك تساوي هيك؟ لك هذا ابني، كيف قدرت تعمل فيه هيك؟ ليش ساكت وما حكيت لي؟ ليش؟ قل لي ليش عبدو؟ ترى وينه الاستاذ يوسف؟ لازم نفوت مشان ليش ما اجى لهلا؟ والله تاخر كثير. معقول امتى بدنا نفوت؟ طولوا بالكم يا جماعه، الاستاذ بده يجي هلا، وبس يجي دغري رح نفوتكم مشان تبلشوا بالفحص. بس انتم طولوا بالكم علينا شوي. طيب ماشي ماشي، طولوا بالكم بدنا نفوت على الفحص. معلي حنان، بعرف انه القصه صعبه عليك كثير هلا، بس هي ساوت هيك بجوز لأنه ما كان عندها حل تاني. بعدين هذا اللي صار، شو بدنا نعمل؟ بجوز، بس بدي فترة لحتى أتعود ولحتى أستوعب يلي صار.
بس في شغلة بدي اياكي تضلي تتذكريها، انه هي امنا. شو ما عملت نحن مجبورين نسامحها. كثير كنت بتمنى تضميني لحضنك وقول لك يا ماما. إذا بدك هذا الشيء فيك تضميها أنت. حنان بدها وقت لحتى تتعود. الشغلة صعبة وأنت أكثر وحدة بتعرفي هالشيء. بدكن تساعدوا بعضكن لحتى تقدروا تتعودوا على اللي صار، وبإذن الله رح يمشي الحال. معك حق. من شوي حكيت له أني رايح الجيش، ومن لما حكيت لهم بلشت أمي وسامية يبكوا. أنا صار لازم روح على المدرسة، اليوم الفحص وأكيد بيكونوا ناطريني هلأ، وما بصير أتأخر عليهم. ماما أنا نازل ألعب مع رفقاتي. روح بس دير بالك على حالك. يلا حبيبي. خير نوران؟ جيت لحتى أشوف عمر. أنا بدي روح. عمر لا تتأخر على ماما كتير. حاضر خالو. عمور؟ حزور لمين هالمصاري؟ هدول كلياتن إلك. ما بدي. لا بس هدول المصاري بعتن أبوك وقال لي خدي هدول وعطيهن لابني لينزل على الدكانة ويشتري فيهن شوكولا. إيه؟ ما بدي. يلا حبيبي امسكن. يلا برافو عليك. عمر في حدا مضايقك حبيبي؟ لا ومن شوي بكيت. ليش؟ شو صار؟ خالته أليف وخالته حنان طلعوا أخوات. كيف؟ لما كانت خالي حنان صغيرة لما بعتها لواحد تاني. شو هالحكي؟ ولمين بعتها؟ واحد اسمه عاصم، كان رفيقه لبابا ويجي لعنده على المنشرة. أنا شفته هنيك لما رحت لعند بابا. هذا اللي كان بده يشتري المنشرة. خبرية حلوة. نوران خير؟ شو جايبك لعنا؟ كنت جاية مشان شق على عمر، أبو بعت له شوية مصاري معي. خليل بالمنشرة وباينته متضايق كتير. بقى إمتى عطاكي مصاري؟ حكيلي بصراحة ليش جاي؟ صدقني إجيت لأعطيه مصاري، وإذا مو مصدق شوف هاي المصاري بإيد الولد. صدقت هلأ؟ ضايقتك بشي؟ بنوب. يلا خلينا نطلع لفوق. أنت الأستاذ يوسف؟ إيه. كيف فيني ساعدك يا ترى؟ أنا بكون ابن أخوه للحجي سيد. ابن أخوه؟ ما كنت بعرف إنه إله ابن أخ. أنا كنت مسافر برات البلد مشان هيك ما كنتوا تشوفوني عنده. بعدين ما كنا نتفق كتير، كان في بيناتنا خلافات. المهم دريت إنه عمي إله حصة بهاي الأرض ووكلك فيها، بس أنا المالك الحقيقي هلأ لهاي الأرض حتى لو كان موكلك إلك. وهي السندات اللي بتثبت إنه الأرض ملكي أنا. طيب وشو بدك منا هلأ؟ يا أما بتشتري حصتي من الأرض ويا أما ببيعها أنا، وإذا حاولت تمنعني المحكمة رح تعطيني قرار ووقتها فيني سكر هاي المدرسة. بقى دير بالك. شو بكي؟ شو بكي نوران؟ ليش هيك جاية؟ لو تعرفي شو حكولي من شوية يا خانم. خير إن شاء الله، بس ما يكون شي بهز البدن لأنه مو ناقصني اليوم. الشغلة عن أليف وعن هاي المجنونة إمها. إيه؟ طلع في عندها بنت تانية كمان، وسمعت إنه باعتها لهاي البنت لما كانت صغيرة. ميت مرة فهمتك، لا تلفي وتدوري. لمين باعت البنت؟ احكي وخلصيني. تتذكري عاصم باكر رفيقه لخليل؟ هو اللي أخدها، هذا اللي كان ناوي يشتري المنشرة من خليل. معناها هاي البنت ما لها بنته العاصم مو هيك؟
طيب وين البنت هلا؟ قاعدة ببيته لعلي جنكيز. أكيد عاصم بيك هلا بيكون جانن بعد ما راحت بنته. معناها لازم نحن نساعده لعاصم بيك. القصة محرزة بس بدها تخطيط منيح. أخذوا عبده مني بس هلا ما رح اسمح لهم ياخذوا خليل. رح فرجيهم شو رح تعمل هزال خانم. يعني انت ناوي تبيع حصتك؟ مثل ما قلت لك، يا اما بتشتريها انت ويا اما انا بلاقي واحد وبيعه حصتي. اسمعني اخي، مثل ما انك شايف هذا مشروع خيري وما عم نتاجر بالارض. بعدين انا ما فيني امن لك هيك مبلغ كبير دغري. والله انا قلت لك كل شيء عندي، بقى دبر لي راسك. إذا ما قدرنا نشتري منه حصته رح يروح كل تعبنا على الفاضي، والمدرسة رح تتسكر. شو بدي أقول لهالولاد اللي ناطرين؟ العشاء جاهز يا بيك؟ صار لك من الصبح مو آكل ولا لقمة. ما بصير تضل هيك، والله رح تمرض. بعدين ما أخذت الدواء كمان. معلش يا بيك طول بالك، حنان ما بتقدر تعيش بعيدة عنك ورح ترجع لك. أنا اللي مضايقني إنه حطت كل الحق علي باللي صار. تخلت عن أبوها كرمال وحدة باعتها وتخلت عنها، لكل هالشي كرمال وحدة مجنونة. كل الناس نايمة هلأ، حكي لي شو اللي مخليك تسهر لهالوقت هاد؟ مصيبة، شكل المدرسة رح تتسكر وأنا قاعد ومو طالع بإيدي شي. يعني كل تعبنا راح على الفاضي. والشي اللي مضايقني أكتر، كل هدول الناس اللي وعدناهن ماني عرفان كيف رح قلن هيك شغلة. معلش توكل على الله ولا تيأس من رحمته، وبإذن الله رح تنحل القصة إلا ما نلاقي شي حدا يساعدك بهالمشكلة إن شاء الله. وإنتي ليش متضايقة؟ قلقانة على خليل شوي، من لما قرى المكتوب وهو كتير متغير، بلش يسألني عن الولد وشو اللي صار معي وقتها. بجوز عبده كاتب شي بيعرفه عن هي المشكلة لهيك بلش يسألك. وحياتك أنا متأكد إلا ما يجي شي يوم وتبين فيه الحقيقة. شو عم تساوي؟ لا بعدي إيدك عن ابني خليل، مش على الله تساعدني خليل. Thank you.
تفضلوا هلا طلعتوا من الفرن لساتهم سخنين. برافو عليك. كل منيح جمال، بس روح على الجيش ما رح تلاقي هيك اكل طيب هنيك. ساميه رح تضل تجي وتزورني. اعطيني هاي. وكل ما اجيت رح تجيب لي اكلات طيبه. كول حبيبي كول. اسمع القصه يا جمال، لما كنت عسكري كان عنا فحص كتير صعب، واجا اللواء بنفسه ليحضره وبلش يسالنا هو، وهاللواء كان معروف وكلنا كنا نخاف منه. علي انت حكيت لنا هالقصه اكثر من 100 مره وكلنا حفظناها سيدي، وبنعرف انه انت الوحيد اللي جاوبت على هاي الاسئله. خلاص يا حق علي لاني عم بحكي لكم. ماما امتى بدي روح على الجيش؟ حبيبي انت لساتك صغير كتير، لتصير شاب مثل عمو جمال بتروح. ولحتى تصير شاب وتكبر بسرعة لازم تاكل منيح. برافو يا بطل. ليش ما عم تاكلي يا خانوم؟ ما بصير تضلي هيك. إذا مو عاجبك هذا الفطور بساوي لك شي تاني. ما بدي أكل شي، تركيني بحالي. صحة وهنا يا خانوم. شو جابك لهون؟ انقلع من وشي، ما بدي شوفك. عفوا خانوم. ولك نجاتي ليش جبته لهون؟ لأنه عنده خبر رح يفرحك. لا تعرفي إنه أرض المدرسة مانا ليوسف؟ طلع في قسم منا لابن أخوه للأخ وبده يبيع حصته، ويوسف ما معه مصاري يشتري، وقال بيجوز يسكروا المدرسة كمان. وأخيراً قدرت تساوي شغلة مثل العالم والخلق يعني؟ روحوا هلأ نجاتي، خدوا على المحل تبعنا، وكازوزا على حسابي. حاضر يا خانو. هاي خبرية كتير منيحة، ما لازم خلي يوسف يشتريها لهالأرض، لازم لاقي حدا يشتريها. طيب اشتريها أنت. ما فيني اشتريها يا جدبة، من بعد ما انفتحت قصة المنشرة أنا مجبورة بيّن منيحة قدام أهل الضيعة، ما بدي يعرفوا إنه المدرسة تسكرت بسببي أنا. هالأرض لازم يشتريها حدا غيري. طيب مين في يشتريها؟ عاصم رح يشتريها، أصلاً هو ما بطيقه ليوسف. يلا صبي لي كاسة شاي لشوف. هلأ صار فيني أفطر على رواق. نوران كيف عمر منيح؟ اشتقت له كتير. امبارح شقيت عليه وكان منيح. روحي اطمني عليه اليوم وشوفي شو أخباره، وبالمرة اسألي شو في أخبار جديدة. شو هالحظ؟ منين طلعت لي هالمجنونة بعد كل هالسنين؟ جاي على بالي اخنقك وريح حالي منك. أمي؟ شو اللي نزلك لتحت؟ تعي معي، خلينا نطلع لفوق. خلص أمي لا تخافي، ليكني معك. لا تخافي. ما في شي بيخوف، كلياتنا معك ماما. وعم تقلق أمي كمان، والله رح جن. عاصم بيك. شو هالصدفة الحلوة يا عاصم بيك؟ كنت ناوي أزورك اليوم. تعرفي إنك موت تيمير عبي؟ ما لازم تخاف مني يا بيك، نحن أصحاب. مالك متذكر قديش كنت تجي لعنا؟ كان وقتها بيت الأغا غير شكل، لما كان الأغا خليل يحكي ما حدا كان يسترجي يرد عليه. لسه متذكر؟ شو رأيك تتفضل لعنا وتشرب شي شغلة ومنحكي شوي؟ صلي زمان ما شفتك عنا. بدك ما توغزيني، عندي شوية شغل. خلص خليها لغير مرة. أنا حابة أحكي معك بخصوص الشي اللي صار مع بنتك. وانتي شو عرفك بهالقصة؟ عاصم بيك، شو نسيان إني هزال خانوم وما بيخفى علي خافية ولازم أدرى بكل شي؟ يلا تفضل معي على القصر، تفضل.
أستاذ يوسف. صباح الخير. يا صباح النور. شو فضل؟ كأنكم مبكرين كتير بالجية. بتصدق إنه نامت بالصدرية؟ بس من فرحتها ما غفلت، فيقتني من وش الضوء. أستاذ، درست كتير مشان الفحص، وإن شاء الله رح أنجح فيه وأطلع الأولى على رفقاتي. صاير شي؟ باينتك كتير متضايق. انجبرت أجل الفحوصات هاي الفترة، طلعت لي مشكلة كبيرة. خير إن شاء الله. بجوز اضطر سكر المدرسة عن قريب. شو هالحظ؟ هلأ عم تحكي عن جد؟ هذا اللي صار. يعني ما فينا ندوم بالمدرسة؟ ليش هيك صار عمو يوسف؟ قصر حامد أغا لساته مثل ما هو. القصر مثل ما هو يا بيك، بس الناس يلي عايشين فيه تغيروا وما عادوا مثل أول. تفضلوا. يسلم. الله يسلمك يا بيك. مثل ما قلت لك، في شغلات كتير تغيرت وصار بدي حدا يوقف معي ويساعدني ليضل القصر مثل ما كان. يا ريت تحكي بصراحة وتقليلي شو بدك مني يا خانو. بنتك حنان طلعت أختها لأليف خطيبة يوسف، ويوسف هاد هو اللي قتل ابني. بعدين هنن كانوا عرفانين الحقيقة من زمان، بس ما حكوا غير بهالوقت. لوين بدك تصلي؟ عاصم بيك فتح عيونك، فكر منيح وفهم علي. هدول الناس حاطين عينهم على ثروتك، يعني يوسف وخطيبته عم يضحكوا على حنان مشان ثروتها. وكل يلي صار هلأ مو صدفة، هنن عرفانين شو عم يعملوا. هنن حكوا الحقيقة لحنان مو مشان يجمعوها بإمها، عم يضحكوا على البنت لتصف معهم وبعدين بدهم يقتلوك مشان ياخدوا ثروتك كلها. عاصم بيك لازم تدير بالك منيح وتعرف كيف تواجهون. أنا بعرف إنه هدول نصابين، أجوا لعندي من فترة وحاولوا يضحكوا علي مشان أعطيهم مصاري. قال شو عندهم مشروع خيري، بس أنا قلعتهم تقليعة الكلاب. إذا القصة مثل ما عم تحكي، بدي خليهم يعدوا أصابيعهم الندم. هاي هي الحقيقة، بس هدول مو هينين بنوب، بقى دير بالك. شو قصدك يعني؟ قصدي إني رح ساعدك وقتها فينا ناخد حقنا. هزال خانو رح تساعدني؟ ليش مستغرب؟ هزال وعاصم إذا حطوا إيديهم بإيدين بعض ما حدا رح يوقفهم. شو رأيك؟ والله أنا ما عندي مانع منوب. وبعدك كمان، يوسف وخطيبته رح يندموا على اليوم يلي عرفوك فيه. معناها نحن منشتري الأرض، رح بيع بيتي، المهم ما تتسكر المدرسة. سوزان ما في غيرها، بتديننا وبس تتيسر أمورنا منرجع للمصاري. شو رأيك؟ معقول نخلي كل تعبنا يروح على الفاضي؟ والله بعرف هالشي، بس سوزان صار عندها شغل ضروري وسافرت برات البلد. الحقيقة ما بعرف إمتى بدها ترجع. بعدين والله أنا خجلان أطلب منها مصاري، لأنه الشغلة زادت عن حدها كتير. وشو بدنا نعمل يعني؟ ما بعرف، عم حاول لاقي شي طريقة لنشتري فيها الأرض. أنا ما عندي مانع، بس فكرتي شو لازم نساوي؟ طبعاً فكرت. يوسف ناوي يفتح مدرسة، وإذا نحن عرفنا كيف نمنعه بقى بيكون ضربناه بالصميم. وهالشغلة بتكلف كتير؟ إذا كنت ناوي ترجع بنتك وما تخليهم ياخدوها منك لا تسأل عن المصاري. طيب فهميني، شو المطلوب؟ يوسف أخذ الأرض وعمر عليها هاي المدرسة، إجا صاحبها من فترة ورح يبيع الأرض وإنت فيك تشتريها. وليش أنت ما اشتريتيها؟ لا عاصم بيك، أنا ما فيني أعمل هيك شغلة، لأنه ما بدي أكسب عداوة أهل الضيعة. بس اطمن أنا ما رح أسكت له، بدي أضربه ضربة تانية، ضربة ما رح يقدر يفيق بعدها. طيب أنا شو رح أستفيد إذا اشتريت هاي الأرض؟ فهم علي، إذا اشتريت هاي الأرض وأخذتها منه وقتها رح ينجبر يعمل كل شي بدك ياه، وإذا حبيت إنك ترجع بنتك ما رح يقدر يوقف بوشك بنوب، وبنتك رح ترجع لحالها على البيت. فهمت علي هلأ؟ وبعدين؟ بعدين يوسف رح يكون تحت رحمتي، وأنا بعرف شغلي معه،
أنا موافق يا خانم، مستعد أعمل أي شيء كرمال حنان. صحيح، قبل ما أنسى بدي منك شغلة تانية. قولي شو هي؟ المنشرة. تعرف إنه أهل الضيعة أخدوها، بس نحن أكيد ما رح نسكت. بدي إياك تخبر التجار يلي بتعرفون إنه يبطلوا يشتروا شي من المنشرة بهالفترة، وبهالطريقة المنشرة ما بتشتغل والخشب رح ينتزع، ووقتها فينا نرجعها إلنا مثل ما رح ترجع بنتك حنان لأبوها ولبيتها الحقيقي. لساتك مثل ما عرفتك أول مرة، وما رح تتغيري منوب. عفواً، شو رأيك تبيعنا إياها؟ مستقبل أولاد الضيعة متعلق بهالمدرسة، بقى بترجاك تبيعنا الأرض خلص بلا مشاكل. مستحيل، هاي الأرض مو للبيع، ورح سكر المدرسة يا يوسف لحتى تعرف مين هو عاصم بيك. ليش عم تضربني أنا؟ شو دخلني بابنك اللي مات؟ أمك اللي ساوت هيك ولا مو قدران عليها وجايلة تفش قهرك فيني أنا؟ ليش كل شي صار بهالبيت بيطلع براسي؟ ليش؟ حقيرة، ما رح تقدر تمنعني، بابا بدي روح. ليش؟ أنا شو ساويت لك؟ شو عملت لك لحتى تتركيني وتروحي؟ أنت ما بتحبني، كل همك إنه ما تخسرني وبس. أنا بعرف، هذا مو حكيك، حكيون هنن. لك بنتي، لا تخليهم يفرقونا عن بعض، هدول نصابين. أنت مانك متمسك فيني لأنه بتحبني، أنت معتبرني مثل أي شي تاني بتملكه. أنا بعترف إنه غلطت بحقك كتير، وحقك تتركيني. أنا ما بستاهلك. خليل، خير؟ شو صاير لحتى عم تحكي هالحكي هلأ؟ صدقيني أنا ما عاد فيني نام الليل مريم.